استقبل معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة الشيخة فجر بنت علي الخليفة الرئيس والأعلى لمؤتمر ويليام جلاسر الشرق الأوسط، حيث بحث كلا الطرفين سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسة، والذي أثمر عن تنظيم مؤسسة أو مؤتمر ويليام جلاسر الشرق الأوسط الأول بمملكة البحرين تحت شعار قوة الاختيار، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المنامة لريادة الأعمال في نسخته السابعة. ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة لوضع ثقافة خاصة بنظرية الاختيار والعلاج الواقعي وتوسيع نطاقها في المجتمعات الخليجية والعربية في عدد من المجالات المختلفة، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في هذا المجال.